Bonsoir mes élèves. Donc نكمل لكم لي زاكتيفيتي ومن وراها هادو غادي تدخلوا لدرس جديد لافيش. بالنسبه اللي قرا لافيش اللي وصل لافيش يخليها ليا في لي كومونتير. ما عرفتش واش كلكم مازالين في لي ديتو جورنال يعني لا اون، ولا وصلتوا لافيش حيت لافيش فيها خدمه اخرى شويه ماشي قاصحه، وانما فيها خدمه على جورنال كيفاش خصك دير تحليل ديال لافيش اتسيتيرا. المهم اللي وصل لي خليها ليا باش نبدا نتافونسا فيها. دونك انا هنا عندي لكم يعني ثلاثه ديال الدروس باش نسالي لي ديتو. غنديروا لاكتيفيتي الاولى اورال، يعني غنشوفوا لي تيم كيفاش خصنا نخدموا لي ديتو، يعني واحد لو بلون دو ترافاي. ومن بعد عندنا ليكري، وعندنا ليكري، وفي الاخر غادي نعطيكم انا كيف ما طلبتوني نعطيكم لا اون كامله بالتصاور. قلتوا فاك نصايب لكم لا اون بالتصاور بلي ديتو ديالها كلشي، غادي نعطيها لكم في الاخر يعني اكزامبل، ولكن غنشرح لكم اي ديتو. وبالنسبه لي ما عارفش لي ديتو شنو هو، راني صايبت البارح، صايبت لكم فيديو واقيلا البارح ولا البارح لي ديتو كيفاش تكتبوه حرف بحرف كلمه بكلمه. نخلي لكم اللين ديالو في هنايا في صندوق الوصف باش تشوفوا. دونك شوفوا لاكتيفيتي الاولى اللي عندنا اورال، لو تيتغ ديالها قال لك بريزونتي اورالمون، قدم اورالمون لا فوكاسيون سويتي بور سون جورنال سكولير. شنو غدير في هاد لاكتيفيتي هادي؟ باختصار قال لك غادي تهضر اورالمون، يعني انت واستاذ وتلاميذ كجروب، لا فوكاسيون شنو غتقول اورالمون؟ لا فوكاسيون سويتي، شنو لا فوكاسيون؟ يعني التوجه ديال الجورنال ديالك، لا فوكاسيون يعني لوريونطاسيون بور سون جورنال، يعني هاد الجورنال ديالك غتقول ليه شنو هو البوبليك فيزي ديالو، شنو هما لي زارتيكل اللي فيه، انا شنو تمنيت يوصل للتلاميذ اتسيتيرا. قبل ما نبداو هادي مثلا استاذ عيب كاسئله ديما كنطرح لكم في الاول، وكاسئله كيقدروا يكونوا في امتحان، يقول لكم كيلي لا فونكسيون ديال ليديتوريال، شنو هي الوظيفه ديال ليديتو، شنو هو الدور ديالو؟ هو بريزونتي لا فوكاسيون دو جورنال. صافي عطاها لكم مثلا في امتحان كتعريف ولا سير بخط ولا هذه، شنو هي لا فونكسيون الوظيفه ديال ليديتوريال؟ هو كيقدم لينا التوجه ديال الجورنال بحال الريزومي كيعطيونا فيه الجورنال ديالي ها علاش كيهضر وعلاش كيهضر لي زارتيكل. بعد غنعطيكم حتى هنا دابا اكزومبل. نشوفوا دابا السوجي شنو مطلوب منا. ابري زافوار نيغوسيي قالك من بعد ما تفاوضنا على لا فوكاسيون دو طون جورنال سكولير، يعني قلنا هالعنوان يعني لا اون كيفاش نصايبوها، لما مقالات اللي عطيتكم العناوين، قالك من بعد ما تفاوضنا على الجورنال ديالنا زعما كلا اون كامله tu la présentes oralement à tes camarades، يعني غادي تقدمها دابا قال لك اورالمون للكاميرات ديالك، يعني دابا هذيك لا اللي انت كتبتيها وفي لي زوغاي درتي عنوان وفي تخيبين درتي عنوان وسو تخيبين عنوان، دابا قالك ما توراش ليا في ورقه، نوض قولها اورالمون، يعني هضر اورالمون قول ها شنو عندي في لا اون ديالي وشنو عندي وشنو عندي. هاد الهضره اللي تقولها عندي وعندي وعندي هي اللي كتكتب في لي ديتو، يعني بحال اللي دابا تقول شي جورنال ديالي راه كنهضر على لا فيولونس سكولير، وكنهضر على لي فورنيتور سكولير، وكنهضر على مثلا هادشي ديال التلقيح، وكنهضر على الفاكسيناسيون، وكنهضر على هادي، وكان يعني هادشي اللي كتقولو انت هو اللي كتشل لي ديتو. لي ديتو كتبدا تقول الجورنال ديالي راه كيقدم ليكم هاد المقالات وهادو 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 اتسيتيرا. شوفوا دابا جو روتين كيفاش غادي نخدموا، الطريقه اللي نتوما تخدموا بها. شوفوا دابا هاد السافوار قال لك لا فوكاسيون ديال جورنال، قال لك التوجه ديال جورنال بور سو يكون مثلا فير كونيتر او زابرونون لو زاكتيفيتي، غادي كيعرف للتلاميذ لاكتيفيتي ديالهم، لو رياليزاسيون لو زيكول، تريتي دي سوجي كي لي زانتيريس، كتهضر في هاد لي ديتو على واحد لي سوجي كيخصو التلاميذ، الوازير الفيدات سبور ميوزيك اتسيتيرا، رفليتي لاكتواليتي لوكال، كتهضر على لاكتواليتي المحليه يعني مواضيع الساعه، لوكال محليه ريجيونال ناسيونال انترناسيونال، يعني المواضيع اللي هي محليه جهويه وطنيه انترناسيونال عالميه. سافوار فير، دونك هنا سافوار فير يعني كتعطيكم معلومات شنو خصك دير، ها المعرفه ها الخبره ها كيفاش خصك تكون. قالك امبلوي كوريكتومون لي زيكسبرسيون بور، قالك باش تصايب اي ديتو شنو خصك تستعمل مزيان لي زيكسبرسيون بور بريزونتي اون ايدي، باش كتبغي تقدم شي فكره مثلا كنقول ايل ساجي سي سافوار ابريسي، ابريسي يعني كتقدر واحد الحاجه. شوفوا نيجا ليكزومبل لي غادي نعطيكم انا، ها هو قالك فوكاسيون دو جورنال، فوكاسيون هنا يشوف فوكاسيون جورنال يعني توجه الجورنال. هنا هادي اللي عندكم تيماتيك تو سو كي كونسير لا في سكولير، يعني التيم تيم الموضوع ديال الجورنال ديالي، الموضوع اللي يكون قال لك تو سو كي كونسير لا في سكولير، كاع داكشي اللي كيخص الحياه المدرسيه. دونك شوفوا دابا هادي بريزونطاسيون دو ليليف، هاد الجهه الكبيره بريزونطاسيون دو ليليف، قالك دابا هذا هو التقديم اللي قالو ليليف اللي قال لك اورالمون عينو الصبوره وعيبدا يقدم الجورنال ديالو شنو يقول. اذا انا غنقرا لكم، دونك شوفوا داكشي اللي مكتوب بالكحل، ها هو التلميذ دابا يقدم.
Notre journal présente un ses chers lecteurs, journal de l'Inc, قدم القراء ديالو de nouveaux articles, مقالات جداد, des exercices de soutien scolaire, يعني تمارين ديال الدعم المدرسي, des activités sportives, يعني أنشطة رياضية, des activités ludiques, يعني ديال لو جو, ainsi que le compte rendu des activités écologiques ou الأنشطة البيئية. Vous allez certainement apprécier les nouvelles rubriques. وغادي يعجبكم بزاف لي نوفيل روبريك, يعني هاد لي دومين اللي كيكونوا الفن, الثقافه, مسرح, دو فواياج ايتترا, اي دو ريسيت دو كويزين. صافي, يعني كتقول الجورنال ديالك ها شنو كيقدم بريزونت كدا. دابا هادشي كتدرا اوغالمون, مازال ما كتقولش, يعني ما تكتبش كيفاش ايديتو, هذا راه ماشي ايديتو كامل, هذا هي كتقدم, قال لك غير قدم في لوغال الاكتيفيتي اوغال, شنو قال لك غير قدم ليا لي ديتون, يعني غير قدم لي لي زارتيكل. اما باش تبغي تكتب ايديتون كتزيدوا هادشي, كنزيدوا ليه حاجات اخرين, هي اللي خدمت معكم في الفيديو, عطيتكم باش تعلموا كيفاش تكتبوا ايديتون, وحتى دابا ماشي مشكل, غادي نعطيكم اكزامبل ونخلي لكم اللين ديال داك الفيديو باش تتعلموا مزيان كيفاش تكتبوه. ندوزو دابا لاكتيفيتي الثانيه اكري. دونك هنا عندنا الصفحه 37 ليكري. ريديجي ان ايديتوريال دان جورنال سكولير. غادي نصايب ايديتوريال, دابا غنصايبو في لاكتيفيتي اورال اللي شفناها, غير قدمنا لا اون ديالنا شنو فيها المقالات, شنو شنو شنو. دابا غنصايب على شكل ايديتو, يعني غنديرو اداب والصواب. شوفو السوجي, قالك اون تانسبيرون دي زيديتو كو تيا استودي, قالك تانسبيرا من الايديتو اللي قريتيهم بزاف اللي شفناهم في هاد لاكتيفيتي وهاد لاكتيفيتي, شنو غاتانسبيري, تاخد منهم معلومات, شنو غادير, تو ريديج ان ايديتو, غاتصايب ايديتو دان جورنال دو طون شوا, يعني غاتصايب ايديتو بلو شوا ديالك باختيار ديالك, اون اكسبو, يعني وتعرضو اكسبوزي لافوكاسيون, وتكون يعني تعرض فيه لافوكاسيون. قلت لكم ايديتو انا راه صايبتو, الا بغيت في الفيديو اللي نحط لكم, اللي بغى يتعلم لي واللي ما شافش داك الفيديو ديالي يتعلم لي. دابا انا كنخدم معكم غير الدروس ديالكم, حيت كتكتبوا لي, كتبتوا لي بزاف هاد الصفحات هادو ديال اللغه لوليكري, واخا انا ديجا عطيتكم, ولكن باش نشوفوا التمارين اللي كاينين. دونك هنا شوفوا في جوغوتيان عاوتاني قال لك المعلومات اللي عطيونا pour présenter la vocation. ها شنو خصني ندير, قال لك savoir définition de l'éditeur, خصني نكون عارف شنو هو l'éditeur. وليتو قلنا هو توجه الجورنال, هو كيقول لنا الجورنال ديالكم على شي هدر, على المقالات, على الرياضه, على الفن, على الثقافه. دو فونكسيون دو ليديتو, ستركتور دو ليديتو, اهم حاجه هي لا ستركتور, يعني كيفاش كنبداو, كيفاش غنبدا نكتب اول حاجه. شوفوا ليكزامبل اللي غادي نعطيكم دابا, داك المعلومات اللي درناهم في لوغال غنزيدو نقادوهم باش يولي على شكل ايديتو, يعني ايديتو ماشي غير هكا عشوائي. اولا شنو كندير, شير ليكتور, شوفوا داك اللي بالصفر, يعني كندير اعزائي القراء. نو زافون ليمونس بليزير دو فو بريزونتي نوتر جورنال, لينا الشرف نقدمو ليكم جورنال ديالنا لو بوتي كوليجيان. لو بوتي كوليجيان, اذا كنعطي سميت الجورنال ديالي, يعني دابا اللي يكتب ايديتو خصو يمشي بهاد لا ستركتور هادي, تسمي بعدا الجورنال ديالك شنو سميتو, شنو سميت لا اون ديالك, شنو مسميها. زيد نوتر جورنال بريزونت تو سو كي كونسير لا في سكولير. دابا عاد ندخل نقول لي تيم اللي يقدم لي الجورنال ديالي اللي شفناه, لا في سكولير كوم دي زاكتيفيتي سبورتيف, دي زاكتيفيتي لوديك, انسي كو لو كونت روندي دي زاكتيفيتي ايكولوجيك. لامبورطون بور لي ريداكتور, دابا كتعطي لي في سويتي, يعني انا كصايب ايديتو شنو كنتمنى, ريداكتور يعني انا اللي كنتحرير, انا اللي كنكتب, يعني غنقول شنو كنتمنى في هاد لا اون ديالي, شنو بغيت نوصل للتلاميذ. دونك لامبورطون بور لي ريداكتور اي بارطاجي, بارطاجيو افيك تو سو كي اميليور فوتر, يعني بارطاجيو معكم كاع افيك فو, يعني بارطاجيو معكم كاع داكشي اللي اميليور, غيطور ويحسن من بيرسوناليتي ديالك كاليف, اليف اي دوم الام دافنيغ, يعني دو لافنيغ, يعني كرجل مستقبل, يعني هادشي اللي يقدمو ليك. وكتقول ميرسي بوغ فوتخ اتونسيون, يعني شكرا على الانتباه ديالكم. وهداك اللي مكتوب بخدا لي غيداكتور, يعني نتا كتلمي تكتب سميتك وكنيتك, حيت نتا اللي مصايب لا اون, وهذا لي ديتو ديالك بحال كدير غيزومي, ولا دير غيداكتور يعني محررين اللي كيكتبو. دونك انا كنقول لكم راني غير زربت, حيت انا ديجا البارح خدمت لي ديتو. غنخلي لكم صندوق الوصول, يعني مازال ما شافوش راه كيفاش تعلم تكتب لي ديتو. دابا انا درت لي التخراج بحال اللي خرجت معكم, ولكن كيفاش نعلمو لك درتو البارح. شوفوا دابا هاد لاكتيفيتي دابا اللي عندنا اخر صفحه 38, شنو السوجي ديالها.
دابا هاد لي ديتو اللي حنا صايبناه شنو العنوان قالك برودوير لي ديتوريال، خد هاد لي ديتوريال اي لانسيغي دون لو جورنال سكولير. دابا اخر مرحله وصلنا ليها في لا اون وغتبدا ديرو امتحانات، قالك هاد لي ديتو دابا خدو لي صايبتيه ولصقو في لا اون، يعني هاد لا اون ديالك اللي انت صايبتيها في الاول بلا اي ديتو خاويه في جادير سو تريبون، دابا دير لي ديتو ديالها، يعني داك المقالات اوغي اوغي دغوات اوغي غوش داكشي كامل، وزيد عليه لي ديتوريال وغتكون صافي لا اون ديالك واجده. وانا عندكم دابا اكزومبل، ها هي قالك سوجي فو فيت بارتي دو ليكيب دو ريداكسيون دو فوتر جورنال سكولير، فو زيت شارجي دو ريديجي لي ديتو دو جورنال، قالك انت غتصايب لي ديتو. اذا ها هو لا اون كامله، انا شوفوا هاي من بعدها باش تبان لكم كامله، هذاك اللي مكتوب الفوق نو لي كوليجيان هذاك هو لو تيتر. هادي اللي انايا هادو اللي درت ليهم اطار مربعات، هادو لي زوغي اوغي دغوات اوغي غوش. هنا شنو كنديرو فيهم؟ كنديرو فيهم مقالات وكنديرو فيهم التصاور ديال داك المقاله ديالنا. نزوميها نقربها لكم باش تبان. دونك هانتوما انا زوميت لكم الجهه الفوقانيه مزيان باش تشوفوها. نو لي كوليجيا هذا لو تيتر، يعني انت غتصايب لا اون بحال بهذه الطريقه هادي، غدير العنوان ديال لا اون ديالك اللي تحت منها هاد جيل تحت هنايا دير نيميرو، يعني من الجورنال تاريخ ديسمبر، يعني فوقاش خرج 2018. هنا كتعطي لادريس ديالك، لو بري تاع الثمن غراتوي. علاش غراتوي؟ حيت انت مصايبو على التلاميذ ماشي غير تبيعو ليهم. هنا هادو لي زوغي، ها هي لونسينيمون الاولى كتعطي عنوان لونسينيمون تراديسيونيل ان بري سكولير، المهم كتعطي واحد لو تيتر عندو علاقه بليكول. شو كتجي دير باج داك بي 4، يعني باج صفحه 4. ومهم قلنا التصويره كدير تصويره عندها علاقه بالموضوع ديالك. شوفوا الجهه الاخرى فيها مكتوبه ان فيول دون ايليف ا كيلكو متر، يعني الخطف تخطف ولا هادي، كدي تعطي التصويره فيها ديال هكا الاطفال في القسم ولا تخطفوا ولا شي حاجه كدل على داك الشيء اللي قلتي. باج 3 يعني دخل لداخل في الصفحه 3، دخل كمل في الجورنال ديالك. هنايا داك اللي عندنا الوسط يعني هي لو فونتر، يعني اكبر حاجه. وهنا لا اون ما فيهش سو تريبون، هذا اكزومبل خديتو وجبتو ليكم، ما فيهش سو تريبون دروات، ما ديما لا اون كاينه ناقصه، يعني واخا تقلبوا في الانترنت غتلقاو ناقصه، يعني ديال فرنسا ماشي هما ديالنا هنا. ديما لا كل وحده وكيفاش دايره، كاين اللي ما فيهاش كاع لي ديتوريال. دونك هذا ايديتو كيفما كتشوفوا كتكتبوا هنا، يعني هذا اكزومبل ديال ايديتو اخر ماشي هذاك اللي عطيتكم. تقراو يعني بيان فوني اتوت يا تو، يعني اي تقديم شير ليكتور بيان فوني. المهم قلت لكم ضروري غادي تشوفوا اللي ما عارفش لي ديتون، نخلي لكم اللين ديالو اللي خدمته البارح، ضروري تشوفوا، يعني اللي مهتم ضروري يشوفوا باش يعرف كيفاش. انا دابا عطيتكم غير التمارين ديال الدرس وحاولت نزرب حيت بزاف كتقول لي افونساي باش نوصل معكم للدروس ديالكم. دونك هذه اللي دايره لها اطار اللي كدايره لها ديك راه لو فونتر، يعني هنايا هضر على اونكيت سور لونفيرونمون على موضوع على البيئه، ودايره تصويره فيها البيئه كيف ما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهادو اللي لتحت هما لي روبريك، هما المجالات ديال الجورنال، يعني الدومين ديالو في سكولير كنعطي هادي شاريتي سبور ايتترا.